لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا. أبو المعاطي، أبو معاطي يا عسل، يا أبو دم عسل، يا عطعط يا عسل، يا أبو دم عسل، كل من شاف أبويا يضرب بالمثل يا عسل. أبويا الجدعنة الشياكة أحلى حاجة بقى مصرف، خد هذا عسل هات لبس يلا، خد مصرف يعني مصرف يعني. منورانا يا بنتي، منورانا، أخيرا عسلية ظهرت له كرامة ودخل عليا بحتة زي اللوز. بجد يا أنكل ميرسي جدا، أنا اللي مبسوطة إني شفت حضرتك. ما كنتش أعرف بصراحة إنه عسلية له بابا حلو كده زيك. ولا هو يعرف إن عسلية ليه بابا حلو كده. إيه ده، أنت هتبرى مني ولا إيه؟ هو قصدي يعني بيقول إن أنا ربنا كرمني ببنت الحلال، بنت حلوة العيون. إيه يا ابو عطعط، في ايه يا عم، في ايه يا عم، انت ما انت ابويا يعني الجدعانه الشياكه. اوعى على ابو عطعط يعني مبوح حلاوه امبابه. اوعى يالا. عارف يالا، ان ما بطلتش الاسلوب بتاعك ده ما انتش طايل مني سنت واحد. وات از السنت ده؟ ده عمله كده مدوره بنصرفها في امريكا بالاماره في كاليفورنيا. كامفارونيا؟ ايه ما كامفارونيا دي؟ فين وانت نازل من الكوبري؟ كوبري اكتوبر ولا الساحل؟ يا الناس سووني يا صباح فتيح. بقول لك ايه يا أنكل؟ قول يا حبيبتي ما تيجي هنا واسع. لا لا لا، الكنبه دي بتشيل اتنين بس. كان في مره عسليه قال لي حصلت خناقه جامده جدا في شارع محمد علي. وراح ضارب 13 واحد مره واحده. كداب. ابوس ايديك، مش عايز منك مصروف، ما تفضحنيش. كانوا 12 بس. شفتي بقى ظلمتيني. بقول لك ايه يا أنكل؟ ايوه حبيبتي. ديكور الفيلا بتاعتك بجد تحفه. ماني فيك. مين؟ يعني جلابيه كاستور يعني بالعرض كده يعني. والله يا بنتي انا نفسي تاخدي الواد عسليه ده وتضربيه في الخلاط وتطلعيني البني ادم اللي كنت بتمناه دايما. والله يا أنكل انا نفسي اقعد معاك كتير بس انا مضطره استاذن حضرتك. ده يعني ايه؟ هتروحي فين؟ ده انت هتقعدي هنا هرسمك وانت على الشزلونج كده. وبالزيت. يا لهوي الزيت ايه يا عم؟ قومي يا بنت، بقول لك يابا هنتكل احنا على الله بقى عشان تعرف مصلحت. يلا بنت والنبي عسليه باباكي يرسل. يلا والنبي والنبي عسليه. يلا يا بنت، يلا بنت، يقول لك بس ده ناقص تعمل لك مساج. امشي 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 قدامي، امشي. باي باي يا عم. امشي. ايه يا عم، شازلونج وزيت في ايه؟ ده مرات ابنك عسليه. خلاص بلا زيت، مش سمن البلدي. الحقيقة ده كان اختبار بسيط جدا لمشاعرنا، اختبار لأي قلب لسه بيدق، أي قلب لسه بيعمل. واسمحولي إن أنا أسجل شوية ملحوظات كده عن كل واحدة فيكم معايا يا حاجة. خليني أبدأ الأول بيك أنت يا أم سعيد. الحقيقة المزيكا كانت صعبة شوية ومع ذلك منزلش منك دمعة واحد. ربنا معاش ولا تاني يا أخويا اللي يخلينا دمع. اسمحولي إن أنا أقول لكم كده بالتفصيل شعور كل واحدة فيكم وهي بتسمع الأغاني. أم سعيد ولا كأنها بتسمع ماتش الأهلي وطلائع الجيش، مفيش أي إحساس. زينة دموع دموع دايما دموع. الحاجة الحقيقة أول الأغاني كانت نايمة، يمكن كانت بتحلم، يمكن كانت بتفكر في البريك داون اللي حصل. الحقيقة أنا محتاجة معاك كتير أوي يا حاجة. حياتي العاطفية أنا نهيتها من الأسبوع اللي فات وعملت له بلوك من حياتي. انا الوقت اعمل ايه يا استاذ عمرو؟ بالنسبه لمدام نضال، انسه نضال جرى ايه يا كوتش؟ انا لا يمكن اخد اللقب ده، ده لقب مهين مذل مشين مستحيل. ايه ده،
ايه جو رضوى الشربيني اللي انا شايفه ده؟ رضوى الشربيني دي راس الحربه بتاعتنا. والحقيقه وانا بسجل كل التفاصيل اول حاجه لفتت نظري هو حدتك يور ستوري يا ام سعيد. يا ترى ليه سموكي ام سعيد؟ اهلي يا اخويا من كتر السعاده اللي هم كانوا فيها اول ما خلفوني سموني ام سعيد. يوم ايه النحس يلازمني قال سعيد ايه. الحقيقه يا مدام زينه انا حابب ان انا اقطع تذكره الطياره واركب الطياره جنب الشباك. بحب اقعد في الحته دي واسافر عندكم لبنان عشان اعدي على البحر المتوسط الابيض المتوسط الابيض قوي المتوسط واعرف ازاي البحر ده اتملى كده من دموعك. نحن عنا بلبنان رايقين كتير. حنة ولا اسبوع وحشة وعكشة واقفة من وجه. طيب يا جماعة يعني اسمحوا لي في نهاية الكورس ان انا اكتب لكم روشتة كده هنمشي عليها الاسبوع ده لغاية لما تجوني الاسبوع اللي جاي. اولا ممنوع منعا باتا الاستماع للاغاني الاتية. أمانة حد يروح لها وهي عاملة إيه دلوقتي؟ نهائي. قلل الوداع أبدا. ثم كلهم بيقولوا كده في الأول. يا ماجي ده أنت حكايتك طلعت حكاية. أنا كمان حكايتي حكاية والوقت حبيب. هو انت لك حكايه؟ حكايه حد حكاها لي يعني ولا ايه؟ انت تسكت خالص. انت ايه اللي معادك معانا اساسا؟ ما قوليش حاجه زعيم. فراغ يعني؟ ايوه فاضي. خلاص ما تصعبش عليا. فاضي بس بقى ما تصعبش عليا. خلاص خلاص خلاص. ياه يا ماجي ده انت حكايتك طلعت حكايه. دي قلناها دي صح؟ معلش يبقى اقول حاجه تانية بقى. مره تانية. انا اسف. يا حبيب دي جديده. يا ماجي يا حبيب دي اجدد برضو. طبعا. انا اللي عايز اوصله ان قصتك فيها تشابه كبير من قصتي. والله نفس اللي بيفكرني بنفس اللي بيفكرك. انا زمان وانا صغير مش فاكر ولا حاجه لانه كان زمان كنت صغير طبيعي. بس اللي فاكره كويس ان انا تهاجمت في بدايه مشواري. ناس وقفت ضدي. الواد سعيد خنفسة وقف ضدي وحاول ان انا ما اغنيش بس انا ما سكتش. وقعدت عافر لحد ما وصلت وغنيت في كل حته. غنيت في المطبخ وفي الصاله وفي الحاره. ولما ربنا وسع عليا غنيت في البلكونه. والحاره كلها سمعتني وسقفت لي وقعدت تقول زمره زمره. انا عيط ومول زمره وانا عيط. كان يوم فاكر انا حبيب؟ لا لا ايه؟ لا فاكر. لا فاكر طبعا. لا دي واضحه كانت ايام الحمد لله. عشان كده انا باجي بقول لك خبرتي في الحياه. اختي افراح بقى لما جت قالت لي ماجي وكده قلت لها اقف جنبها مفيش مشكله. بس المشكله ان السيسون انتهى خلاص خلص. السيسون؟ سيسون اللي هو نهايه الفتره صح؟ السيسو. السيسو. السيسون شو حلوين. عشان كده والله ما عارف اقدم لك اي خدمه ماجي بصراحه. هنعمل ايه يعني يا زمر؟ الدنيا يوم ليك يوم عليك. مش كل يوم معاك. غريبه الناس. غريبه الدنيا. غريبه الدنيا. الله 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 عليك يا عالمي. صوت مايكل جاكسون وذكاء بهاء سلطان وحنيه ورده وبحه نعيمه الصغير وخبره سميره سعيده جميله لذيذه. طبعا على فكره ماجي انا اتعرض عليا سبونسور بالهبل. سبونسير. سبونسير. سبونسر. سبونسر. سبونسار. رعاه رسميين. هو ده رعاه رسميين. وعرض عليا كتير. عم احمد بتاع الفول عرض عليا قال لي صدر لك القدره كده في الاغنيه وانا ما وافقتش. وعم ظريف بتاع الكبده بابا. باباك؟ عرض عليا برضه بس انا اللي ما وافقتش. ليه بقى؟ صحيح هو انا ليه ما وافقتش؟ عشان انت عارف انت بتعمل ايه. عشان انا عارف انا بعمل ايه. مايسترو انت والله يا مايسترو. خلاص
انا عرفت انا هعمل ايه. احنا هنبدا من هنا من الصفر من الحاره. اوف من الحاره ازاي يعني؟ قصدك ايه؟ قصده شريف وشريكي. يا ابني اسكت بقى، انا جاي اقرا فاتحه. انا قصدي ان انا مش هسكت ولا يدالي بال غير لما الناس كلها تتكلم علينا وسيرتنا تبقى على كل لسان. هنتفضح؟ قوم روح يا عبد، قوم روح. يلا 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 امشي امشي، متقعدش معانا تاني، امشي. وانت قوم روح، الدنيا اتاخرت برضه ماكي. خلاص مش فاهم انا. عايز حاجة؟ لا ربنا يخليك، اتفضلي اختي. سلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانت كمان ما تقوم تروح زمارة، انا ما اوريش حاجة. ما تقوم زمارة روح بقى، ايه الخنقة دي؟ خد يلا يا حسن يا سؤالي. المحل ده بتاع مين يالا؟ بتاع فاتلة؟ بتاع القسطة فاتلة. خش ده دولي بسرعة. حاضر يا ريس. اهلا اهلا، ازيك يا عوض الله؟ عامل ايه؟ بص بقى، انا ما عزمتش حد في الافتتاح، بس اول ما عرفت انك واقف بره قلت لازم اطلع لك على طول. يا نهار ابيض، انت خرجت من السجن امتى؟ ما بس يابا، بس ايه السكه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ بس هنا ما تعرفش ان انا كنت في السجن، اقطم على الكاسه دي خالص. معلش سامحني، اصلك وحشني جدا. حبيبي والنبي انت كمان وحشني، وفيك الخير والمسعه. قول لي بقى، اخبار الناس هنا ايه وانا حالي؟ احكي لك ايه ولا ايه؟ بكره تشوف بنفسك. لا لا بكره ايه؟ بص بقى يا معلم، انت تدخل تترزع على الكرسي اللي جوه ده وتحكي لي على كل حاجه لحد ما اكون بقى ظبطت لك الكنافه اللي فوق دي كده وشربك وسوالفك وروقت. انت تسيبني بس اروح اقفل الدكان واجي لك نظبط الكلام. ماشي، روح اقفل الدكان يلا، انا مستنيك يابا عشان تلغيني وتقول لي على كل حاجه. جاي لك. يلا. ولا زمانها منطقه. يلا يا حبيبي عشان ما عنديش وقت. تحت امرك يا مايكل جاكسون الاغنيه العربيه. قوم اخويا من هنا، يلا اشرب شاي قهوه تاني. يلا حبيبي يلا حبيبي يلا، لزق لي هنا. ايوه حلوه هنا بس كده. اه والواد حبوكش لزق لي واحده على صدره، واقف هنا على طول. والراجل اللي قاعد ده بيقعد على طول على القهوه، لزق لي واحده كده في كتفه. ايه يا ابني انت ده؟ انت بتعمل ايه يا جدع؟ اوعى كده اخويا والنبي. ايه يا زماره؟ في ايه يا زماره؟ ايه يا معلمه؟ ايه يا معلمه؟ ايه من غير استئذان كده اللي انت بتعمله ده؟ بعد اذنك يا معلم، ثواني كده. تعالى بقى احط له واحده كده على صدر المعلم، بس كده اوعى تشيلها ده معلم. ايه ها؟ ده؟ لو استحميت استحمى بيها. ايه ده الاستاذ جورج وسوف ده؟ ايوه معلمه. ايه ده بجد؟ امير الطرب جاي هنا؟ امير الطرب كمان مش عارفه؟ ايه يا عمنا؟ ايه يابا؟ انا الحق عليا. حق عليا برضه يا معلم. ايه هقول على الناشف كده؟ اه يا معلم انا اسف. يعني انا الحق عليا يا معلم، وانا اللي كنت عايز اسيطك في وسط الوسط الغنائي كله. انا غلطان ان انا عايز اخليك اسبونسور. يعني ايه بقى اسبونسور؟ اصبر انت في ايه؟ بس خلاص يا معلم. نعم المعلم صلصه جورج وصوف لما يجي هنا هيسيطك في المنطقه كلها. معلم جورج وسوف؟ ايوه معلم جورج وسوف جاي هنا. مشكلتك يا معلم ان انت معلم مش واخد بالك من علاقات الكبيره في الوسط الفني. هات تليفونك يا معلم. خد تليفوني اهو. 05000 2000 1000 ونص. مش ده رقم تامر حسني؟ ما هم قاعدين مع بعض في نفس الفندق، ده رقم الفندق. آه. اسكت انت، انت المفروض معايا. ماشي. الو ابو وديع. وديع بابا فين؟ بابا هنا؟ قول له مين؟ عمو زمرة بيكلمه. ايه يا ابو وديع؟ عامل ايه يا ابو وديع؟ لا والله خلصت لك كل حاجة، لا شركات الإعلانات قافلة النهاردة بلزق بإيد والله. عملت لك إعلانات من الدائرة لصفة اللبن. بعد صفة اللبن بيحفروا معلش، بيعملوا مواسير مية. لا تمام، ظبطت لك كل الدنيا، وعلى الطيارة اللي أنت جاي بيها هحط لك البوستر بتاعك في الطيارة كله. وعديل هنكتب العبد لله السلطان السلطان. ماشي يا سلطان، جور جل وانت جاي بقى. ماشي ماشي، وهات جلابية للمعلم بقى، جلابية سوري كده للمعلم. وحبيب ما تجيبلوش حاجة بقى. ماشي يا معلمي. ماشي يا سلطان الدار، سلام عليكم، مع السلامة. شوف اهو جورج وصوف على غفله اهو. جد والله كنت بتكلم جورج؟ امال امال جورج كرداحي؟ ايه ده ايه ده؟ انت مشكلتك انك مش مقدر يا معلم. يلا بقى معلم، انا هتحرك عشان اروح المطار اتفق مع سواق الطياره اللي هيجيب ابو وديع. ماشي يلا، سلام عليكم. سلام يا معلم. يلا 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 حبيب، يلا حبيب. يا كان بيجي
بتكلم جورج وسوف بجد. بص يا عمودي، انا كنت عايزك في حفله كبيره قوي قوي قوي، مش اي حفله، دي حفله ابو وديع. ابو وديع؟ ابو وديع ازاي يعني؟ ابو وديع يا غدا انت عبيط ولا ايه؟ بقول لك ايه، كل الدول العربيه جايه، خد عندك بسوس من طيب، حلوان، الشرقيه والعباسيه. اه تركز معايا كده. لا بقول لك يا عم عسليه، فكني انا يا عم المشوار ده. انت المره اللي فاتت قلته كده، لا شفت ابيض ولا اسود، افتح الله يا عم. انت كده يا عم داوود بتغلط برضو. انت كده بتغلط. بقول لك يا غدا، بص لجسمك وبصلي يا غدا. انت بقول لك حاجه، اوعى يا شفت السمانه دي قبل كده؟ ولا في عالم سمسم حاجه. حلوه. بقول لك يا غدا، دول اجنبيه كبيره قوي قوي، هتيجي تزيح لقاده. بقول لك ايه، خد عندك جبر زيرزين 1، جيب زي ترو، جيب سير سري. اقول لك حاجه، وقنوات عربيه خد عندك، قنوات ابو سريع وابو محمد وابو سيد، كل القنوات دي جايه. عيب يا جدع. ماشي يا عم عسليه، لما نشوف اخرتها ايه. ايه المطلوب مني بالظبط يا عمو؟ صل على النبي عليه الصلاه والسلام. زيد النبي صلي عليه الصلاه والسلام. وانا كنت عايزك في ايه؟ ايوه بقول لك ايه، مالكش دعوه بالحفله دي تاني، ماشي ولا مش ماشي؟ ايه العيله المجانين؟ تعالى نفتح. تعالى اوعى عمرو، ما تمسكنيش كده يا عم. نظم اقعد. الله الله، بتغفلني يا زمره، بتغفلني وانا اللي ماسك لك كل شغلك وبقفل لك ثغراتك القانونيه. ثغرات قانونيه؟ انت ماسك شغل نجيب ساويرس فيها يا عم؟ الموضوع كله جه كده مع بعضه. انا لقيت تليفون جاي لي فيه ارقام كتير، رديت سلام عليكم، قال لي يا زماره انا انكل ابو وديع. قلت له يا انكل ابو وديع عامل ايه؟ قال لي فينك يا زماره؟ قلت له معلش الوقت اخي كل وقتي. قال لي طب يا زمارة انا عايز اعمل حفله في مصر، وحشني مصر والمصريين، ومحدش هيظبطها غير مين؟ زمارة حبيبي. قلت له انا يا ابو وديع. رحت سالت في القاعات لقيتها غاليه قوي. قلت له لا بقى، ده انا اروح اعمل له حفله في استاد القاهره. سالت في استاد القاهره لقيت ماتش الاهلي. قلت لهم ناجله يا جدعان؟ قالوا لي لا مش هينفع ناجله. قلت لهم خلاص، فيها ايه بقى يا ابو وديع لو احنا عملنا الحفله في الحاره؟ وهو العيال بتاعت الحاره تفرح برضه بالمره. يا زمار ابو وديع بيكلمك زي ما الكابتن مدحت شلبي بيكلمني كده. لا عمري ما اسمحلكش، ولو مش مصدقني هتكلمه. طب ما تكلمه من الموبايل. لا ما انا معيش رقم، هو اللي بيكلمني من رقم كبير قوي ما حفظتوش. يا سلام. ايوه. ابو وديع يعرفك من امتى بقى ان شاء الله يا زمار؟ لا عمري، ما هو اللي مربيني. يا سلام. ايوه منذ زمان الازل. زمان الازل. ايوه هو اللي مربيني، بس انا ما كنتش اعرف وانا صغير ان هو اللي مربيني. لما كبرت بقى امي قالت لي عارف مين اللي كان مربيك وانت صغير؟ ده ابو وديع. اصلي يعرف امي من زمان. فاكر اغنيه الهوى سلطان، الهوى سلطان عاشقين، الهوى سلطان؟ اه فاكرها طبعا. ايوه. الله الله الله، انت امك اللي كانت واقفه ورا وبترقص بال لا 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 يا عم، اللي كانت لابسه الشمعدان ومسك في المسرح يا عم. دي امي ثانيه يا عم، امي كانت حاضره الحفله دي. والاستاذ جورج بقى بيغني طبيب جراح قلوب الناس يداويها. امي ما استحملتش، اغمى عليها. ما كانش فيه طبيب جراح غير الاستاذ جورج نازل يكشف عليها. قال لها فيها ام زماره، مالك ام زماره؟ وعرف منين ان دي ام زماره؟ ما هو اللي مربينا يا عم. يا سلام. ايوه، وعشان يراضيها اول ما فقت خدها معاه وغنوا سوا طيار الطيور يا صغير. طيار الطيور. اه ومن ساعتها امي اتعرفت بقى في الخليج العقبه كله. طب بقول لك يا زماره، فرضنا ان صدقتك في الحكايه دي. أيوة. هنعمل ايه في موضوع التذاكر؟ لا ما انا طبعت التذاكر، انا بس مشكلتي دلوقتي بقى يا عم ان مش عارف احط سعر التذكره كام. انت طبعت التذاكر من غير ما احط سعر التذكره؟ ايوه، ما انا حطيت مكان سعر التذكره نقط. انا قلت ارجع لك انت برضو المتر بتاعي يظبط لي السعر. تصدق اقتنعت؟ ماشي، احنا ندبرها بقى. ماشي. احنا 25% للمطرب. حلو. 18% ضريبة ملاهي. احلى. 35% ادارة اعمال الاستاذ عمرو. اه ونجيب بقى بالباقي البان ومشت كبريت. ايه يا عم عمرو؟ ايه الحزمة دي؟ انا عايز رقم محدد. نخليها 8 جنيه. ليه وانا هجيب جورج واسوف وهو صغير؟ انت مش عاجبك حاجة بقى يا زمارة. اجري يا خيبوش. يلا انت فين يا جدع؟ على لا تفعلش حد فيكوا هنا، هحلق لكم على ناس. ايه يا معلم خير؟ مالهم العيال دي بس؟ في ايه؟ اهلا يا حبيب. فيش يا عم عيال اديت لها فرصه تشتغل بالحلال، بس هم تخيل يعملوا فيا ايه؟ عندك منهم عيل بيحط المكوى في الميه عشان تسخن ويشرب بيها كوبايه شاي، والتاني بيشرب الكولونيا وبيسكر بيها. ممكن يكون بيطهر معدته. ايه يا عم حبيبي، انا ناقصك انت كمان. طب سيبك بقى من العيال دي، وانا جاي وقصدك في خدمه وفيها مصلحه حلوه. لا خلاص يا عم حبيب، ما دام فيها مصلحه حلوه يبقى نديها كده على ميه بكلونيا.
طبعا انت سمعت ان سلطان الطرب جاي يغني في الحاره. بقول لك يا حبيبي انت جاي انت كمان تشتغلني على الصبح، ايه يا عم اللي هيجيب السلطان في الحاره المعفنه دي هنا؟ انا ما بكدبش. ما تهدى يا عم حبيب. سلطان الطرب بيهتم بجمهوره بنفسه ومضى على البوسترات وبعتها لزماره على الواتساب. ايوه ايه اللي وصل يعني الواد زماره للسلطان؟ حق لو الكلام ده حقيقي ده يبقى ايه؟ انا بحب السلطان قوي. ما هو عشان كده بقى عايزك تعلق له بوستراته جوه المحل وبره المحل، وعايزك تعمل عرض بكومبو ان اي راس تجيب راسين معاها تاخد تذكره هديه. طب وماله حبيبي؟ المحل كله عندك اهو علق. ايوه اي حد يجي لك ومعاه راس ثانيه ياخد تذكره هديه. اذا كان كده ماشي يعني. على شرط. طب واسف ليه كده يا صاحبي؟ ما احنا كنا كويسين. ما انا لازم ابقى صايع. طب يا عم وانت اول ما تيجي تسيء عليا انا؟ ما انت هتدخل الحفله ببلاش. طب خلاص اذا كان كده ماشي. وبعدين بيني وبينك يعني انا السلطان ده اغانيه بتنخشش في دماغي. وبعدين يعني هو الواحد يحني له الحلاقه كده اللي مع صوت السلطان وهو بيغني كده وبيقسم؟ ويا سلام بقى لو كلام الناس ده انا كنت بطلع بالموس على بيقدم وبنزل على بيأخر. عشان خاطر الكلمتين دول اخليه يغني لك اغنيه خسرت كل الناس. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.